حلال، انت صاحيه ولا نايمه؟ انا هيجي لي نوم ازاي؟ هيجي لي نوم ازاي وانا مقهوره ومحدش فيكم حاسس بيا؟ انا عمال ادعي ربنا من امبارح ان هو ياخدني بقى عشان ارتاح من الهم اللي انا فيه. سامحيني يا بنتي. هي رضا كانت بتكذب ولا كانت بتتكلم بجد؟ وانت يابا كنت عارف وساكت؟ رد عليا، كنت ساكت؟ سمعتها مرة وهي بتهددك وعرفت اللي فيها، ولما سألتها حكت لي وسكت. سكت؟ ما قلعتش جزمتك وديتني على دماغنا وهي ليه؟ ما لحقتش المصايب اللي كنا بنعملها ليه وخلصتني منها؟ سكت ليه؟ رد عليا، رد رد. سكت عشان خاطر الفلوس؟ سكت وخلاص ومشيت وراه وسلمتها راسي زي كل مرة، وصدقتها لما قالت لي إن الحكاية هتخلص على ما فيش وإنك مش هتتأذي وكلنا هنستفيد ومحدش هيلمسك. خلصت على مفيش، على مفيش خالص. طب ليه يابا؟ ما احنا كنا عايشين بالحلال وربنا مرضينا بالنصبة، بنشقى وبنتعب بس بننام مرتاحين البال. ليه ما وقفتلهاش؟ ليه ما وقفتلهاش ولحقتني من المصيبة اللي انا كنت بعملها؟ ليه هنت عليك وسبتني زي البضاعة البايرة اللي مرمية على النواصي، اللي يسوى واللي ما يسواش ماشي يتفرج عليها؟ ليه هنت عليك؟ ليه؟ أنا عليك لعمك ودمك يابا، صبحتي اللي راحت في الأرض دي هنت عليك يابا. سامحيني يا حنان، أنا كنت سدد وداني ومغمض عينيا عشان الدنيا تنسى. سامحيني يا بنتي. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.